بكم إلى نشرة مفصلة لآخر أخبار الساعة من الميادين، نبدأها بالعناوين. بعد جرجناس الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب ويصبح على مشارف معرة النعمان. مواقف دولية تنتقد الأحكام الصادرة في قضية قتل خاشقجي، والأمم المتحدة ترى أن العقول المدبرة للعملية لا تزال حرة. مشاورات تسمية رئيس الحكومة العراقية مستمرة، وتحالف البناء صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان يتمسك بالسهيل مرشحا. هم قادرون على أن يوصلوا سمومهم إلى كل مكان، ولكنهم لن يتمكنوا من تركيعنا. المطران حنا يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تسميمه ويرفض تلقي العلاج في المشافي الإسرائيلية. جملي يلوح بحكومة كفاءة غير سياسية، والنهضة تؤكد استمرار مشاورات تأليف الحكومة. مادورو يطالب البرازيل بتسليم متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل عسكري فنزويلي، ويعلن اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، حيث يواصل الجيش السوري تقدمه في ريف إدلب الجنوبي بعدما سيطر على بلدة جرجناز الاستراتيجية التي تعد أبرز معقل للنصرة في إدلب. وكالة سانا السورية قالت إن الجيش دخل البلدة من محاور متعددة وخاض معارك ضد المسلحين أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم واعتقال آخرين وتدمير مقرهم. كما تحدث عن استعادة الجيش 5 قرى جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. إذن يستكمل الجيش السوري تقدمه في عملياته العسكرية في إدلب، ويستعيد السيطرة على مزيد من القرى في طريقه لاستعادة معرة النعمان، كبرى المدن الإدلبية وفي الجنوب، ولتأمين الطريق الدولي بين حما وحلب. هذا تقرير لديما نصيف. الطريق إلى معرة النعمان جنوب مدينة إدلب باتت معبدة أمام وحدات الجيش السوري التي تتقدم من محورين شرقا وجنوبا للضغط على المجموعات المسلحة وإجبارها على الانسحاب. فالعملية التي بدأت قبل أيام أعادت أكثر من 30 قرية إلى سيطرة الجيش في عملية قضم ثابتة ومتسارعة، ليصبح على بعد 3 كيلومترات من جرجناز جنوب معرة النعمان. الوحدات المتقدمة تعمل على تفجير الألغام والعبوات الناسفة قبل تثبيت نقاطها لحماية ظهر القوات. والعملية بدأت لأنه لا تفاهمات تركية روسية على تطبيق خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في إدلب خلال محادثات أستانا الأخيرة، بل ذهب البيان الختامي لوصف الوضع بأنه تزايد لأنشطة إرهابية داخل المحافظة. موسكو قطعت الطريق على أنقرة في المقايضة حول إدلب بالتفاهمات في شرق الفرات، وحسمت أمرها بالحسم العسكري واستئناف العملية التي كانت قد بدأت قبل أشهر، واستعاد الجيش السوري خلالها معظم الريف الجنوبي المتاخم لريف حما الشمالي. كتلات أسمنتية وحواجز عسكرية لمنع التظاهرات التي حاولت اقتحام معبر باب الهوى التركي. النصرة أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لقمع الجموع المحتجة على ما سمته الصمت التركي وامتناع نقاط مراقبتها عن أداء دورها. عملية الجيش المباغتة أربكت المجموعات المسلحة وزادت في خلافاتها. النصرة هددت بالانسحاب من الجبهات ما لم تحصل على إمدادات عبر خطوط دعم من الجبهة الوطنية للتحرير، لترفض الأخيرة بذريعة عدم موافقة نقطة المراقبة التركية في الصرمان المشرفة على معابر الإمداد للمجموعات المسلحة. وتدعو النصرة للانضمام إلى غرفة عمليات ما يسمى الجيش الوطني التابعة لتركيا. لم تلقى عملية الجيش المواجهة التي وعدت بها المجموعات المسلحة، المئات منهم انسحبوا تحت ضغط نيران الجيش وخلافاتهم. الجيش مستمر في التقدم لتأمين طريق الام 5 الواصل بين حما وحلب اولا، والاقتراب من إدلب اكبر معاقل النصرة في سوريا. العملية لن تكون سهلة ولا سريعة، لكن قرارا بحسم عسكري اتخذ دون رجعة هذه المرة كما يبدو. ديما نصيف، دمشق، الميادين. تبقى معنا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف عبر الهاتف. أهلا بك ديما. كم يبعد الآن الجيش السوري عن جرجناز؟ هل يطوق
يطوقها عن معرة النعمان عفوا بعد سيطرته على جرجناز، هل يطوقها بصورة كاملة؟ في الحقيقة يعني هي بضعة كيلومترات قليلة باتت تفصل إيش عن معرة النعمان، لكن بكل الأحوال يعني باتت تحت السيطرة النارية الآن معرة النعمان بعد كل هذه المسافة، يعني بعد أن تمت السيطرة على جرجناز، لأنه جرجناز تقريبا نستطيع القول بأنها هي خط الدفاع الأخير عن معرة النعمان، وبالتالي بعد استعادة السيطرة يوم أمس بات الجيش تقريبا مسيطرا بالنار على معرة النعمان، خاصة أن المجموعات المسلحة في أغلبها انسحب من هذه المدينة منذ بداية العملية العسكرية للجيش السوري في الريف الجنوبي والشرقي لإدلب. وأيضا مع هذا التقدم السريع الذي لم يستطع من خلاله المجموعات المسلحة، لم تستطع أبدا لا صد الهجوم ولا القيام بهجوم مضاد أو معاكس لوقف هجوم الجيش السوري، كل ما يحدث هو فقط بيانات استنفار وبيانات تخوين فيما بينهم، وأيضا كما يعني يحاولون أن يقولوا بأن كل فصيل هو يمنع الإمدادات عن الفصيل الآخر. إذا تقريبا نستطيع القول بأنه لم يعد هناك زمن طويل ليستطيع الجيش السوري استعادة معرة النعمان وباستعادة هذه المدينة وهي أكبر المدن في الريف الجنوبي لإدلب، يكون الجيش قد أمن الطريق الدولي يعني الذي يسمى بالان 5، وهو ضمن شروط وضمن تفاصيل اتفاق سوتشي الذي كان قبل حوالي العام ونصف تقريبا أو أقل، عام وثلاثة أشهر. وطبعا هذا التسارع في العملية العسكرية هو أيضا نتيجة الضغط الناري الكبير للجيش السوري اتباعه استراتيجية التقدم عبر أكثر من محور، ما أشغل المجموعات المسلحة ومنعها من القدرة على استجماع قوتها أو على استجماع صفوفها، وبالتالي الإمكانية أن تقوم بالمواجهة التي وعدت بها طيلة الفترة التي كان يتم الحديث عنها عن حسم عسكري، وطبعا الرهان على الجانب التركي بأنه هو من سيستطيع أن يوقف هذه العملية أو على الأقل يضغط طيب. على الجانب ديما فقط لو سمحتي، يعني بعد هذا التقدم الكبير للجيش السوري خلال 48 ساعة الماضية والسيطرة على التلال الحاكمة لمعرة النعمان، هل يمكن أن يسلم المسلحون معرة النعمان دون قتال إلى الجيش السوري؟ في الحقيقة هناك بعض المفاوضات التي تم الحديث عنها بأنه هناك ما يسمى بلجان أهلية للمدينة تحاول أن تفاوض من أجل إيقاف العملية العسكرية وأن يتم تسليم المدينة وانسحاب المسلحين بشكل كامل منها، ويعني أن يدخلها الجيش من دون عملية عسكرية. ربما يكون الجيش الآن على اعتبار أنه منذ الصباح يعني هناك تقريبا هدوء في الجبهة إن صح التعبير، ربما يكون افتاحا في المجال يعني ان يكون هناك قابليه للتفاوض وان يدخل الجيش السوري الى معره النعمان من دون عمليه عسكريه اذا ما التزمت المجموعات المسلحه بشروط التفاوض بالنسبه للجيش. شكرا جزيلا لك مديره مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. في غضون ذلك زار وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو، حيث بحث مع نظيره الروسي آخر التطورات في الملف السوري. سلام العبيدي معه التفاصيل. ضبط عقارب الساعة بين موسكو ودمشق تقليد متبع في العلاقات الروسية السورية، إذ جرت العادة أن يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم نظيره الروسي سيرجي لافروف كلما تطلبت الضرورة اتخاذ قرارات ما. صحيح أن زيارة المعلم إلى موسكو تأتي في سياق عمل اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون بين البلدين، لكن للميدان والحديث هنا عن إدلب ضرورة وأحكام. الجيش السوري مدعوما من القوات الجوفضائية الروسية مضطر إلى تطبيق اتفاقات أستانا نظرا إلى عدم وفاء أنقرة حتى الآن بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقات. وفي هذه النقطة أي بسط سيادة الدولة على كامل التراب السوري، يتطابق الموقفان الروسي والسوري.
استعادت القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية بدعم من القوات الجو فضائية الروسية سيطرتها على المزيد والمزيد من الأراضي. إن إيصال عملية استعادة السيادة ووحدة الأراضي إلى نهاية منطقية سوف يصبح السياق الأمثل لحل جميع المشاكل المتعلقة بحقوق كل المكونات العرقية والدينية لسوريا. بالنسبة إلى دمشق فإن الاحتلال سواء أكان تركيا أم أمريكيا يبقى أمرا مرفوضا تماما وعائقا على طريق الحل النهائي وخنجرا في الخاصرة السورية. باختصار شديد، التآمر الأمريكي التركي الإسرائيلي بالإضافة إلى بعض دول المنطقة مستمر على سوريا لعرقلة جهودنا بالتعاون مع أصدقائنا في الاتحاد الروسي للقضاء على الإرهاب. وأي إرهاب؟ إرهاب جبهة النصرة المصنفة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن. موسكو ودمشق تريدان طي صفحة الصراع المسلح والشروع في إعادة إعمار سوريا، لكن ذلك يتطلب أولا نجاح العملية السياسية في إطار الإصلاح الدستوري. على ما يبدو أن تزامن مباحثات لافروف والمعلم مع زيارة وفد سياسي عسكري استخباري تركي إلى موسكو ما هو إلا رسالة مضمونها أن خطط أردوغان للاستمرار في احتلال الشمال السوري لن تمر. سلام العبيدي، موسكو، الميادين. في موسكو أيضا بحث وفد تركي يرأسه نائب وزير الخارجية الأوضاع في إدلب السورية وفي ليبيا وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية. كما بحث الجانبان الاستعدادات للمباحثات بين الرئيسين الروسي والتركي في إسطنبول في 8 من كانون الثاني يناير المقبل. وكان الرئيس التركي قد أعلن أن أنقرة ستتخذ خطواتها التالية شمال سوريا بناء على نتائج زيارة الوفد. وصفت مقررة الأمم المتحدة لقضايا الإعدام أنيس كالامار وصفت الأحكام السعودية في قضية خاشقجي بأنها نقيض العدالة. وفي مقالة لها في صحيفة واشنطن بوست حذرت كالامار من أن أحكام الإعدام من شأنها إسكات الشهود الرئيسيين إلى الأبد، فيما العقول المدبرة الواضحة تسير بحرية وبالكاد يطاولها التحقيق والمحاكمة، وهذا بالضبط ما يبدو عليها الإفلة من العقاب ويجب إدانته وفق كالامار. السيناتور الأمريكي جاك ريد رأى أن أحكام السعودية في قضية مقتل خاشقجي أخفقت في تحديد أصحاب قرار الاغتيال في محاولة لتهميش الحقيقة. من جانبه اتهم سيناتور الديمقراطي تيم كين كبار المسؤولين السعوديين بمواصلة التهرب من المساءلة، ورأى أن قتل خاشقجي رعته دولة السعودية. بدوره وصف المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز المحاكمة السعودية بالمخزية للعدالة. ما مضمون هذه الأحكام السعودية التي لاقت هذا الاستياء؟ هذا تقرير لهبة محمود. أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم تقضي بما يلي: ألف، قتل 5 من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه رحمه الله. بعد التحقيق مع 31 شخصا في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خرجت النيابة العامة السعودية بما قالت إنها نتائج التحقيقات، وأعلنت الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض بحق 11 متهما لم تكشف أسماءهم، وهي إعدام 5 أشخاص هم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، سجن 3 لتسترهم على هذه الجريمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة لـ3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، كما جرى حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.
أفرج إذن عن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق، وكذلك عن القنصل السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول محمد العتيبي لعدم تورطه، ولم توجه أي تهم إلى سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان. وأضافت النيابة العامة السعودية أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف. الأحكام الاستنسابية السعودية بشأن المتهمين بقتل جمال خاشقجي تبدو صورة موجهة لترهيب معارضي محمد بن سلمان، لكن ردود الفعل الأولية الخجولة تثير ريبة التواطؤ مع السعودية. قراءة هذه لقاسم عز الدين. قتل خمسة من المدعي. الأحكام التي أصدرتها العدالة السعودية بحق المتهمين بالقتل يشتم منها رائحة الانتقام من جمال خاشقجي وربما قتله مرة ثانية. هي أحكام أولية على ما تقول النيابة العامة، وهو قول لتبرير سرية أسماء المحكومين صوريا بالإعدام أو بالسجن، ولتبرئة آخرين كما جرت المحاكمات السرية من دون أسماء ومجريات تحقيق. المؤكد أن اسمي أحمد عسيري وسعود القحطاني ليسا بين أسماء المتهمين، وخاب أمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن يجري تقديمهما كبشي فداء لإنقاذ محمد بن سلمان. والمؤكد أن مجمل هذه الأحكام يمكن تسويفها أمام محكمة الاستئناف السرية هي الأخرى حين صدور الأحكام النهائية يوما ما. مسؤولان مباشران أدنى من القحطاني هما العقيد ماهر المترب والطبيب الشرعي صالح الطبيقي، ربما يثبتان جدارتهما لترهيب مجموعات من الناشطين الذين يطلبهم ابن سلمان للعودة إلى حضن الوطن. خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنيس كلامار، التي تستند إلى أدلة موثوقة بها لاتهام ابن سلمان، تعلق على الأحكام بهذا الاتجاه، لكن تعليق وزارة الخارجية التركية يبدو خجولا، وتبدو وزارة الخارجية البريطانية أكثر خجلا، فالسعودية تضمن شراء حماية ابن سلمان بالمال وصفقات الأسلحة والصفقات السياسية مع إسرائيل والدول الغربية. لكن الجرائم الإنسانية تتراكم آثارها ولا تسقط بمرور الزمن، وقد يشير إليها الديمقراطيون ضد ترامب، وتدل عليها الجمعيات الحقوقية لنصرة اليمن والناشطين السعوديين، وهذا غيض من فيض للتصويب على النظام السعودي. وإن أفلت ابن سلمان وارتفع إلا كما طار وقع. تحليلات وتحقيقات عديدة صاغت شريط جريمة قتل خاشقجي منذ الساعات الأولى لاختفائه حتى مرور شهور على تأكيد قتله. في هذا التقرير نستعرض أبرز مراحل هذه الجريمة ومسار التحقيق فيها مع مريم عثمان. أهلا بكم مشاهدينا. في الثاني من تشرين الأول أكتوبر من العام 2018 وعند الساعة 2:14 ظهرا، دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يخرج بعدها منها. في الثالث من تشرين الأول أكتوبر رجحت السلطات التركية أن يكون خاشقجي لا يزال داخل القنصلية، لتعلن القنصلية السعودية في اليوم التالي أن خاشقجي خرج منها واختفى. وبين بقائه في الداخل وخروجه، نقلت وسائل أعلام تركية رسمية عن جهات أمنية أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وقطعت جثته، لتصبح القضية قضية رأي عام. بعد أيام وافقت السلطات السعودية تحت الضغط على السماح للمحققين الأتراك بتفتيش القنصلية، وهنا بدأت التحقيقات. في العاشر من الشهر نفسه نشرت وسائل أعلام تركية صور 15 سعوديا وصلوا بطائرتين خاصتين إلى مطار
أتاتورك قبيل ساعات من اختفاء خاشقجي، وأكدت ضلوع فريق إعدام سعودي في قتل خاشقجي من بين أعضائه حارس ولي العهد السعودي ماهر المترب والطبيب الشرعي في الأمن العام السعودي صلاح التباقي. بعد رفض السعودية كل الاتهامات ضدها، أصدرت روايات متعددة متناقضة أثارت المزيد من الشكوك، أبرزها ما قاله النائب العام السعودي سعود المعجب الذي دخل مقر القنصلية من أن خاشقجي قتل في القنصلية بعد اشتباك بالأيدي، ورواية سعودية أخرى قالت أن عناصر غير منضبطين قتلوا خاشقجي من دون علم السلطة، وهو ما تبناه دونالد ترامب أيضا. لم تقف وسائل الإعلام التركية والأجنبية صامتة أمام الروايات السعودية، واتهمت صراحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة لتكشف تباعا عن محتوى التسجيلات الصوتية التي تملكها أنقرة من داخل القنصلية. التسجيلات حملت أدلة دامغة على تورط ابن سلمان، ووثقت حوارا دار بين ماهر المترب وخاشقجي فور دخول الأخير مبنى القنصلية وأصوات تعذيبه، واتصالات للمترب مع مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني يبلغه فيها انتهاء المهمة، وعرضت صور خروج أحد أعضاء الفريق من القنصلية مرتديا ثياب خاشقجي للإيهام بأنه غادر. تقارير صحفية متعددة صدرت تواليا، أبرزها أن فريقا سعوديا تخلص بأمر من ولي العهد السعودي من أبرز معارضي المملكة، قتل خاشقجي وقطع أوصاله، ثم خرج من القنصلية بحقائب سفر ربما تحمل أجزاء الضحية ليحرقها في محرقة خاصة داخل منزل السفير السعودي في محاولة منه لمحو أي دليل على الجريمة. إلى العراق، وفيه أعلن تحالف البناء تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة. أحمد الأسدي الناطق باسم تحالف الفتح المنضوي ضمن تحالف البناء قال إن لديهم أسماء بديلة يمكن طرحها على الرغم من التمسك بالسهيل، لافتا إلى أن الترشيح سيحسم اليوم على نحو النهائي بعدما جرى تثبيت أنهم الكتلة الأكبر. معالجة الأخطاء. أكدت قيادة شرطة النجف أن المؤسسات الحكومية والمقر مؤمنة بالكامل، وقد نقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد شرطة المحافظة أنه جرى الاتفاق مع المتظاهرين السلميين على عدم إغلاق الطرق، مبينا أن كل طرق المحافظة وجسورها مفتوحة باستثناء جسر الأسكان الذي لا يزال مغلقا منذ انطلاق التظاهرات. في المقابل أغلق متظاهرو البصرة ليلا عددا من الطرق، فيما حاول متظاهرون في كربلاء اقتحام مبنى المحافظة. مباشرة من بغداد معنا مراسل الميادين محمد الفهد. أهلا بك محمد. لنبدأ من جلسة مجلس النواب التي كان يفترض اليوم وأجلت إلى يوم غد لعدم اكتمال النصاب، بالتالي كيف أو ما هي الظروف التي ستلتئم مفقها الكتل السياسية للتصويت على قانون انتخابي يمكن أن يهدئ الشارع؟ تفضل. صباح الخير محمد. يعني جلسة مجلس النواب التي كانت من المؤمل أن تعقد يوم أمس ولعدم اكتمال النصاب القانوني على خلفية بعض الاختلاف على المادتين 15 و16 تم تأجيل الجلسة إلى اليوم دون تحديد الوقت. من المنتظر أن تعقد ربما اليوم جلسة البرلمان لحسم هذه المواد في داخل القانون الانتخابي. هنالك أيضا اجتماعات وحركات سياسية من أجل الوصول إلى مشتركات وتوافقات حول المادتين الخلافيتين، ولا سيما أن هنالك بعض الملاحظات وضعتها الكتل الكردستانية على المادة 15 فيما يخص الدوائر المتعددة واحتساب النسب وكذلك القاسم الانتخابي أو السقف الأعلى لحصول المرشح على هذه الأصوات. وفق المراقبين ووفق المصادر من داخل البرلمان إذا لم يحصل توافق فإن القانون الانتخابي ربما
ربما سيعرقل أو سيتأخر على الأقل إلى أيام مقبلة، في وقت تم حسم ملف مفوضية الانتخابات بعد إجراء القرعة على القضاة الذين سيديرون هذه المفوضية عقب التعديل للمفوضية، بانتظار أيضا إقليم كردستان أن يرسل عدد من القضاة من المجلس القضائي الأعلى في إقليم كردستان العراق من أجل إجراء القرعة واختيار اثنين من القضاة. وتاليا هنالك من يقول أن هذه المفوضية ربما ستكون مختلفة عن السابق لاعتبار أنها الآن أصبحت يعني تدار من قبل القضاء بشكل كامل. نعم محمد. طيب محمد، قضية تمسك تحالف الفتح أو البناء عموما بترشيح السيد قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء واعتراض كتل أخرى داخل البناء، هل هذا سيزيد من الشرخ أو التباعد بين مكونات البناء؟ يعني حتى يوم أمس كان هنالك اجتماعات منفصلة لمكونات البناء، نتحدث عن تحالف القوى وكان اجتماعه برئاسة محمد الحلبوسي، والذي سرعان ما خرج بنتيجة وهي سحب ترشيح قصي السهيل بعدما وقع رئيس البرلمان مع مجموعة من مكونات التحالف على ترشيح قصي السهيل كمرشح وحيد لتحالف البناء. في المقابل أيضا كان هنالك اجتماع يعني موسع في لتحالف البناء في منزل هادي العامري، وربما تم تداول عدد من الأسماء وعلى رأسها محافظ البصرة أسعد العيداني وكذلك مهند نعيم وهو قاض عراقي، لكن حتى اللحظة لم يعلن بشكل رسمي عن سحب ترشيح قصي السهيل حتى هذه اللحظة، ولم يعلن بشكل رسمي عن مرشح بديل اليوم. ووفق مصادر من داخل تحالف البناء اليوم سيتم حسم الخيار النهائي وفق تعبيرهم عن المرشح، وأيضا عاد تحالف البناء وتحدث عن أنه الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي، على الرغم من أن البرلمان حتى اللحظة أيضا لم يجيب على رسالة رئيس الجمهورية برهم صالح التي طالب فيها بتسمية الكتلة الأكبر من خلال تسجيلها في الجلسة الأولى ما بعد الانتخابات، الجلسة الأولى التي أدارها الأكبر سنا النائب محمد زيني في تلك الفترة. من سجل اسمه داخل هذه الجلسة هو الكتلة الأكبر، و إذا لم يتم تسجيل أي تحالف ربما تذهب الأمور إلى سائرون. حتى هذه اللحظة محمد هنالك تداخل وهنالك تشعب في المشهد السياسي العراقي، هنالك رفض من الشارع لكل الأسماء التي تطرح من قبل تحالف البناء ولا سيما المشتغلة في السياسة، هنالك أيضا رفض من قبل بعض الأطراف السياسيين الفاعلين في الساحة للمرشحين. حتى اللحظة وصل عدد المرشحين لأكثر من 40 مرشحا سلم أوراقهم إلى رئيس الجمهورية، لكن حتى اللحظة لم يتم الاختيار. شكرا جزيلا لك محمد الفهد على هذه المعلومات. نبقى مع محمد الفهد في هذا التقرير حول المشاورات لتسمية رئيس للحكومة. حراك سياسي مكثف على الرغم من الخرق الدستوري الذي تعيشه البلاد، حراك بانتظار حسم البرلمان الكتلة الأكبر وفق تفسير المحكمة الاتحادية وطلب رئيس الجمهورية. في المقابل الشارع يصر على مواصفات رئيس الوزراء الجديد، كما تصر بعض الأطراف السياسية على موقفها الرافض لترشيح شخصية تسلمت موقعا سياسيا تنفيذيا متقدما. دعوة إلى هذه الكتل بضرورة الإسراء باختيار شخصية يرضى أنها الجميع تمتلك الكاريزما والقرار والقوة وتكون مدعومة بقوتين رئيسيتين، كتلة سياسية قوية داخل مجلس النواب تتمثل في الإرادة الوطنية، وكتلة للشارع والحراك الوطني الموجود. التمسك بالاستحقاق الانتخابي عاد وهيمن من جديد على موقف الكتل السياسية، فتحالف البناء الذي يعرف عن نفسه بأنه الكتلة الأكبر لم يتراجع عن دفع قصي السهيل كمرشح وحيد، بينما سائرون الفائز الأول في الانتخابات فركل الكرة نحو ملعب المتظاهرين بقوله إنه الكتلة الأكبر بعد الانتخابات. وما بين الموقفين تحذيرات من تعقيد المشهد وصعوبة الخروج من الأزمة. يجب أن نتجه باتجاه تسميات الكتل وتسمية رئيس حكومة، الذهاب باتجاه الكتب والمراسلات ما بين السلطة التنفيذية اللي هي رأس الجمهورية وما بين السلطة التشريعية اللي هي قبة البرلمان، هذا يدخلنا في تسويف لمطالب الشعب العراقي. بقاء حكومة عادل عبد المهدي كحكومة تصريف أعمال لشهر كامل
قد يعطي الفرقاء هامشا للتحاور والتباحث لأن الفراغ الدستوري لم يحدث بعد ولأن فرصة الاختيار لم تنفد أيضا. الخرق الدستوري في العراق لا يعني نهاية الخيارات والحوارات لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء. ما دام الخرق مكررا في حكومات سابقة فهذا يعني أن الحلول ليست مستحيلة إذا توافر التفاهم والرضا لدى جميع الأطراف. محمد الفهد، بغداد، الميادين. الأخبار مستمرة ونتابع بعد الفاصل. أستراليا أكثر الدول انبعاثا للكربون في العالم ولا تزال تكافح حرائقها. من جديد أهلا بكم. حمل رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المحتلة المطران عطلة حنة حمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حادثة التسمم التي تعرض لها. وفي حديث خاص للميادين من عمان حيث يعالج، اتهم المطران حنة مؤسسة إسرائيلية برش مواد كيميائية سامة خطرة بالقرب من مكان إقامته في القدس المحتلة. الجهة التي تتحمل المسؤولية هي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فهذه السموم وهذه الهيئة التي وضعت تلك السموم في منطقة قريبة من مكان إقامتي في القدس إنما هي هيئة إسرائيلية وسمومهم مصدرها إسرائيل. قد تكون مصنعة في أماكن مختلفة ولكن يعني حقيقة إنها صناعة إسرائيلية بامتياز. المطران حنا قال للميادين أنه لم يقبل تلقي العلاج في المشافي الإسرائيلية لأنه لا يثق بها. عندنا رسالة هي أننا نعشق الحياة، نعشق الحرية، نعشق الأرض الفلسطينية، نعشق الإنسان الفلسطيني. لن تتمكن هذه القوة العاتية في بلادنا من تركيع شعبنا الفلسطيني. هم قادرون على أن يوصلوا سمومهم إلى كل مكان ولكنهم لن يتمكنوا من تركيعنا ومن النيل من معنوياتنا. نحن فلسطينيون نعشق هذا البلد وننتمي لهذا الوطن، ونحن مسيحيون أيضا فلسطينيون في هذه الفترة، فترة عيد الميلاد، كما وفي كل المواسم الروحية والوطنية نعبر عن انتمائنا لفلسطين ولقضية فلسطين. وتمنى المطران حنا للعالم ولفلسطين ولكل الوطن العربي السلامة والمحبة لمناسبة الأعياد المجيدة. أما رسالتي في عيد الميلاد فهي رسالة السلام، رسالة المحبة، رسالة الصمود والبقاء في هذه الأرض المقدسة. أتمنى أن تصل رسالتي إلى كل أبناء هذا المشرق. نصلي في بيت لحم في القدس من أجل بيروت، من أجل لبنان، من أجل دمشق، من أجل العراق، من أجل كل هذا الوطن العربي. كن عندما تسقط قطرة دم في هذا الوطن العربي نشعر أنها دماء فلسطينية، وعندما تسقط الدماء الفلسطينية في فلسطين هذه دماء الوطن العربي، هذه كرامة الأمة العربية. وتضامنا مع المطران حنا دعت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين وملتقى مسلمون ومسيحيون من أجل فلسطين إلى لقاء تضامني في مبنى بلدية الغبيري في بيروت. ومعنا من منطقة الغبيري في بيروت مراسلة الميادين فاطمة قاسم. أهلا بك فاطمة، تفضلي. فاطمة تسمعيني؟ تفضل. نعم، إذا بدأ هذا اللقاء التضامني تضامنا مع المطران عطلة حنا كرمز وطني مقاوم. نعم، هل تسمعني محمد؟ نعم أسمع، تفضل.
شرا وغربا لأنه يتناقض مع إيماننا. نعم، إذن بدأ هذا اللقاء التضامني مع المطران عطلة حنا كرمز وطني مقاوم، تعتبر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين تتضامن معه وتعتبر أنه جزء من المخططات الإسرائيلية لإسكات صوت الحق الذي ينادي ضد التطبيع والذي لن يبرر حملات التطبيع أو يفرط بدماء الفلسطينيين. وتعتبر هذه عملية اعتداء واغتيال مباشرة على المطران عطلة حنا. ومعي هنا أمين سر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين السيد عبد الملك سكري. إذن هذا اللقاء التضامني هنا في بيروت، يعني حدثنا عن أهدافه ولماذا يعقد؟ نعم، هي وقفة تضامن مع المطران المقاوم المطران عطلة حنا، صاحب الرؤية الواضحة الثاقبة، صاحب المواقف الجذرية أن فلسطين هي القضية، هي البوصلة لكل العرب، لكل المسلمين، لكل أحرار العالم. هو مقاوم داخل فلسطين وتعرض لمحاولة اغتيال آثمة من قبل العدو الصهيوني. نحن واجبنا كناشطين في قضية فلسطين أن نقف هذه الوقفة التضامنية لكي نقول له أنه ليس وحيدا. كل هذه القوى والمؤسسات والمجتمع المدني يقف إلى جانبه ويدعمه معنويا وبكل ما أوتي من قوة. وهي رسالة أيضا للعدو الذي يحاول في هذه المرحلة أن يمرر ما يسمى بصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، وللحكام العرب المنبطحين الزاحفين للتطبيع والاستسلام أمام العدو الصهيوني أن هذا المطران المقاوم هو القدوة وهو الرمز. تعلموا بعض الكرامة وبعض الشرف منه ومن مواقفه، لأنكم فقدتم الشرعية وخذلتم شعوبكم وبعتوا نفسكم للشيطان الأكبر الأمريكي والصهيوني، ومصيركم مزبلة التاريخ. مدرسة المطران المقاوم ومدرسة العودة إلى فلسطين هي البوصلة وهي ثقافة المقاومة وهي الخط الصحيح. إذن هذا اللقاء التضامني هنا في بيروت حضرته فعاليات عديدة فلسطينية ولبنانية من جميع الاتجاهات. والسيد مروان عبد العال مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيروت. سيد مروان، يعني توقيت هذه العملية بالذات التي اعتبرت اعتداء واغتيال مباشر للمطران عطلة حنا في هذا التوقيت بالذات، يعني كيف ترى دلالة ذلك؟ لا شك نحن هنا اليوم أيضا نعتذر عن هذا الخطأ مشاهدينا، ونحن أيضا نتضامن مع المطران المقاوم ونعود مرة أخرى للعديد من المناضلين وارتكب العديد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأكثر من ذلك أن للمطران أيضا دور كبير حقيقة. هم قاموا بتهديده في مقالات في الصحف الإسرائيلية قبل سنة تحديدا أنه ذهب بعيدا، أي أنه ذهب بعيدا بأنه قاوم لصوص الهيكل عندما قاوم الكنائس التي تحاول أن تبيع أملاكها للعدو الصهيوني. وأيضا هو قاوم كل من كان لصا لهذا الوطن، لفلسطين، التصق بهويته بعروبته سواء كان على مستوى فلسطين أو على مستوى الأمة كلها. فبالتالي هذه المواقف الكبيرة وصرخة الحق التي مثلها جعلت من العدو أن يفكر بأن يرسل رسالة. نحن نقول الرسالة وصلت، ولكنها لن تفل من عزيمة المطران أو من إرادة الشعب الفلسطيني. بالعكس، أنها سوف تزيد تمسكا في الأرض وسيبقى شوكة، وهكذا ظننا به، سيبقى شوكة في حلق هذا الاحتلال. وبالتالي شلت اليد التي امتدت إلى المطران. وبالعكس يجب على الجميع البحث عن من هو حقيقة المدان ومن هو الذي ارتكب. نحن الآن في محكمة جنايات دولية، بالأمس سمح لفلسطين أن ترفع على جرائم الحرب. وبالتالي بعتقد أن هذه الرسالة يجب الاستفادة منها، وعلى المجرمين أن يدركوا بأنهم لهم المحاكم ولهم السجون عاجلا أم آجلا. يعني تعتقد أنه سيتم ملاحقة هذا الموضوع وسيتم الرد على هذا العمل؟ هذه دعوة الآن كل المسؤولين الفلسطينيين الحقيقة
بأن هذه المسألة يجب أن لا تمر مرور الكرام. هي محاولة ولكنها فشلت بحكم إرادة فريق الأطباء الفلسطينيين، بحكم الالتفاف الكبير حول المطران، بحكم طريقة العلاج السريع التي جرت، بحكم عملية التطهير التي جرت للمكان. لكن بصراحة يجب تدقيق وتحليل هذه المواد ومعرفة الجهات المطرفة. نحن نهيب الآن بالمقاومة، بمجتمعنا المدني، بمجتمعنا الموجود بالسلطة الفلسطينية، بكل المسؤولين بأن يقوم بواجباتهم إزاء هذه المحاولة. شكرا جزيلا لك سيد مروان عبد العال، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. إذا هذه الأصوات التي تنادي بالتحقيق في هذه عملية الاغتيال التي تعرض لها المطران عطلة حنا، والتحقيق في جميع الملابسات، ولا سيما مع ما تم التحدث عنه عن المواد السامة التي تعرض لها وتنشقها وكل ملابسات هذه القضية. إذا محمد، هذا اللقاء التضامني يستمر هنا في مبنى بلدية بيروت في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتستمر الكلمات المتضامنة، وتضمن عرضا لهذه كلمة للمطران حنا وكلمات أخرى. نعم محمد، شكرا جزيلا لك فاطمة قاسم على هذه المشاركة. إلى تونس مشاهدين، حيث قال الرئيس المكلف تأليف الحكومة التونسية لحبيب الجملي أنه سيتولى تأليف حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب. وخلال مؤتمر صحفي أشار الجملي إلى أنه قدم تنازلات للأحزاب السياسية من دون أن يفضي ذلك إلى أي اتفاق. سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب، كل الأحزاب. يقول كل الأحزاب يعني كل الأحزاب. ومقياسي هو الكفاءة كما قلت، والنزاهة يعني نظافة اليد، والقدرة على التسيير. هذا اجتهاد مني، وأنا ديما قلت لهم الأحزاب قد أخطأ. إذا كان أخطأت في أي اختيار، راني في أي مرحلة من مراحل العمل الحكومي نصلح ونغير، مش نجامل. أكبر من أي وقت مضى بتشكيل الحكومة وبتسهيل تشكيل الحكومة، ومعنية دائما بالمشاركة الجادة في تشكيل الحكومة. حركة النهضة تعلن أنها معنية أكثر من أي وقت مضى بتسهيل تأليف الحكومة، وأنها ستتحمل مسؤوليتها السياسية والتاريخية. موقف النهضة يأتي بعد الفيتو الذي وضعته أحزاب سياسية على المشاركة في حكومة لحبيب الجملي. فيتو قد يعيد خلط الأوراق من جديد، ويضع الجملي أمام تحديات أصعب لتأليف فريقه الحكومي قبل انتهاء الأجال الدستورية. ما نشمش ناقفوا، وتونس مش تاقف، مش نواصلوا إلى الأمام. وسيد حبيب الجملي على ذمته حركة النهضة، وعلى ذمته الفرق والأحزاب والكتل النيابية اللي عندها استعداد باش تشكل حكومة، وهذا مش يتم إن شاء الله في الأجال الدستورية. الخيارات تزداد زيقا أمام حركة النهضة بعد انسحاب الأحزاب التي تعرف بالأحزاب الثورية، ولم يتبقى أمامها سوى التحالف مع أحزاب سياسية بعينها، تحالفات قد تحرجها أمام أنصارها وفق محللين. بعد بيانات كل من التيار وحركة الشعب بان بالكاشف أن النهضة اليوم وحيدة في عزلة اليوم من خلالها. الحبيب الجملي فشل في هذه المدة النيابية الثانية، ولا مجال له إلا تشريك قلب تونس الذي يعتبر يعني حرجا كبيرا للنهضة أمام ناخبيها. في ضوء تعنت أحزاب سياسية خلال المشاورات التي استمرت قرابة شهر ونصف شهر، كشفت معلومات أن الرئيس التونسي قيس سعيد وجه دعوة إلى اجتماع عاجل هو الأول في مسار المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وقادة الأحزاب المنسحبين من المشاركة في الحكومة المقبلة. اجتماع قد يسهم في حلحلة المشاورات ويقلص مدى الخلافات.
استمرار التجاذبات وكثرة المشاورات والتردد في اتخاذ القرارات للحسم في مكونات الائتلاف الحكومي المقبل، رسائل قد لا تطمئن الشعب الذي يحتاج إلى أفعال لا أقوال بحسب مراقبين لتحسين واقعه الحياتي. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام في العاصمة العمانية مسقط، وقد بحث جانبان آخر التطورات في اليمن. ظريف كان قد وصل أمس إلى مسقط حيث التقى نظيره العماني يوسف بن علوي. جهود أممية واجتماعات مكثفة في اليمن لتطبيق اتفاق التهدئة من أجل إعادة الانتشار في الحديدة، في وقت تواصل فيه حكومة هادي والتحالف إغلاق الممرات الإنسانية وفق ما تقول السلطة في صنعاء. هذا تقرير لأحمد زبيبة. جوهر اتفاق التهدئة في الحديدة غرب اليمن إنساني، ومع ذلك لا تزال المنافذ والممرات الإنسانية مغلقة. اتفاق جديد للجنة المشتركة للتهدئة قضى بفتح ممرين إنسانيين في حيس والدريهم جنوبا لينفذ من طرف صنعاء في حيس، فيما لم يلتزم الطرف الآخر بتطبيقه في الدريهم. كانت هناك العديد من المبادرات من قبل فريق الانتشار التابع للمجلس السياسي في صنعاء، لكن يبدو أنه الطرف الآخر لم يتجاوب أو لم يكن متحمسا بما فيه الكفاية مع هذه المبادرات. الميدان في الحديدة يشهد قصفا مدفعيا متواصلا لقوات التحالف التي استخدمت تعزيزات عسكرية واستحدثت تحصينات جديدة في كيلو 16 ومدينة الشباب شرقا امتدادا إلى التحيتة والدريهم جنوبا، ما ينذر بعدم الجدية في تحقيق السلام كما يرى مراقبون. لا يمر يوم إلا هناك جرحى وهناك إحراق للمنازل والمزارع، وهناك أيضا استعداد لتحصينات عسكرية وحفر خنادق وجرافات تعد العدة ربما لمعركة قادمة. أنا أقول أنه من خلال المعطيات الحاصلة اليوم في الحديدة، وربما هناك أيضا تسريب لمعلومات استخباراتية عن استعداد الطرف الآخر لمعركة ربما في الحديدة. خطوة نشر ضباط مراقبة أمميين في خمس نقاط التي نفذت قبل شهرين على الأرض منقوصة، فمن الضروري اليوم تراجع القوات إلى ثكنها العسكرية قبل نشر الفرق الأممية للمراقبة كما تقول السلطة المحلية في الحديدة. مجمل اتفاقات التهدئة في الحديدة غرب اليمن منذ عام تصطدم بالعرقلة أو التسويف من قبل طرفي هادي والتحالف كما تقول صنعاء، يحدث ذلك أمام تقاعس أممي غير مبرر للضغط وتحريك هذا الملف العالق. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. في شأن آخر، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن سلطات بلاده اعتقلت 11 شخصا على صلة بهجوم استهدف نقطة عسكرية بعيدة في جنوب البلاد وأدى إلى مقتل عسكري، موضحا أن بعض المشتبه بهم فروا عبر الحدود إلى البرازيل ومعهم أسلحة مسروقة. أقول لحكومة البرازيل أن أسلحة فنزويلية سرقت في الهجوم الإرهابي، ولدينا معلومات بأن المهاجمين موجودون على الأراضي البرازيلية، سبق وأن تم نقلهم إلى كالي حيث قضوا وقتا طويلا في مركز تدريب يديره الجيش الكولومبي بناء على أوامر وتمويل إيفان دوكي. هناك تدربوا على الهجوم قبل أن يغادروا منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عبر الإكوادور إلى بيرو ومنها إلى البرازيل، حيث استقبلهم مسؤولون من حكومة جاير بولسونارو، ومن هناك ذهبوا إلى الحدود البرازيلية الفنزويلية. أكد الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه لا يخطط للمشاركة في الانتخابات أو حتى لشغل مركز نائب رئيس البلاد، وذلك بعد حرمان حزب الحركة نحو الاشتراكية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. موراليس قال في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن مرشح حزب الحركة نحو الاشتراكية سوف يفوز في الانتخابات الرئاسية في البلاد من الجولة الأولى، إذ يحتل المركز الأول في جميع استطلاعات الرأي. أنقذ خفر السواحل الإسباني نحو 52 مهاجرا أفريقيا كانوا على متن قارب قبالة الكناري وحاولوا عبور الأطلس إلى أوروبا، وقد أعلنت الداخلية الإسبانية عن وصول أكثر من 24 ألف لاجئ غير شرعي إلى السواحل الإسبانية خلال العام الحالي
أي أقل بنحو 30% من العام الماضي. لا تزال فرق الإطفاء في أستراليا تكافح انتشار عشرات الحرائق التي سعرتها درجات حرارة تجاوزت 41. وبفعل هذه الحرارة تحولت حرائق هذا العام إلى واحدة من أسوأ الحرائق التي عرفتها البلاد. يذكر أن أستراليا واحدة من أكبر دول العالم المسببة لانبعاثات الكربون، والتي تعهدت سيدني بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 26% بحلول العام 2030. النشرة انتهت، نذكر بعناوينها. بعد جرجناز، الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب ويصبح على مشارف معرة النعمان. مواقف دولية تنتقد الأحكام الصادرة في قضية قتل خاشقجي، والأمم المتحدة ترى أن العقول المدبرة للعملية لا تزال حرة. مشاورات تسمية رئيس للحكومة العراقية مستمرة، وتحالف البناء صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان يتمسك بالسهيل مرشحا. هم قادرون على أن يوصلوا سمومهم إلى كل مكان، ولكنهم لن يتمكنوا من تركيعنا. المطران حنة يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن تسميمه ويرفض تلقي العلاج في المشافي الإسرائيلية. جملي يلوح بحكومة كفاءات غير سياسية في تونس، والنهضة تؤكد استمرار مشاورات تأليفها. مادورو يطالب البرازيل بتسليم متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل عسكري فنزويلي، ويعلن اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم. سادتنا، للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، ولمتابعينا باللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.